السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس الأم رضا وحلقة جديدة من حلقات مراجعة الفلويد ميكانكس. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم إن شاء الله على البريشر أند فلو ميجرمنتس، قياسات الضغط والسريان. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم على البريشر ترانسديوسرز، هنتكلم على الفلو ميترز، هنتكلم على الفلوستي ميجرمنتس. لو بدأنا مع البريشر ميجرمنتس فكنا بدأنا الموضوع ده قبل كده وعرفنا طرق قياس الضغط بانواعه المختلفه، وعرفنا ازاي بنقيس الاتموسفيريك بريشر باستخدام تورشيليز بارومتر والانيرويد بارومتر. عرفنا كمان ازاي بنقيس السيستم بريشر باستخدام المانومترز وباستخدام الجيجز العدادات، والنهارده ان شاء الله هنعرف ازاي بنقيسهم باستخدام الترانسديوسرز. لو حبينا ندي تعريف للبريشر ترانسديوسر او محولات الضغط، فهي عباره عن محولات بتحول اشاره الضغط الميكانيكيه الى اشاره كهربيه. المحولات ديت اشكالها كتيرة ومتنوعة وبتعتمد على نظريات مختلفة. لو احنا ذكرنا مثلا في الموجود عندنا في المنهج، فاحنا عندنا الاندكتيف ترانسديوسر، عندنا البايزو الكتريك كوارتز، عندنا الكاباستيف، وعندنا الستري جيج، وهو ده اللي هنتكلم عليهم دلوقتي تباعا. نبدأ مع الاندكتيف ترانسديوسر واول طريقة لتحويل الضغط الى اشارة كهربية. لو احنا قلنا ان احنا عندنا ماسورة ماشي فيها سريان بالشكل ده ومطلوب قياس الضغط بتاعها، فنروح جايين مركبين الترانسديوسر بتاعنا بالعرض العمودي على السريان بالمنظر ده، ونحط في النص كده ديافرام او غشاء مرن شبه يعني الرباط الضاغط اللي عندنا في البيت. الغشاء المرن دوت هيستجيب لاي تغيرات تحصل في الضغط بان هو هيتمدد او ينكمش معاه. هنيجي على الغشاء المرن ده ونروح جايين حاطين عليه كوندكتور او موصل. دلوقتي اللي بيحصل لما يأثر الضغط على الغشاء المرن ده هيبدأ يتمدد ويحرك الموصل لقدام او ينكمش ويحرك الموصل لورا. حركة الموصل ديت هنستفيد منها بان احنا نحط حواليها قطبين مغناطيسيين. القطبين المغناطيسيين هيعملوا فيض مغناطيسي عمودي على حركة الموصل. حسب قاعدة فاراداي موصل بيتحرك عمودي على فيض مغناطيسي هيولد طبعا جهد كهربي في الموصل ده. جهد الكهرباء اللي بيتولد في الموصل ده بقدر احس بيه من عن طريق ان انا احط ملف خارجي للحوالين محيط بالموصل، بحيث ان الموصل اللي فيه جهد لما يتحرك في الملف الكهربي هيبدا يولد قوه دفع كهربيه. القوه الدفع الكهربيه دي بتعتمد على حركه الموصل اللي هو بيعتمد على الضغط المؤثر على الديافرام. بالطريقه ديت اقدر اعرف الضغط من خلال قياس قرايه الجالفانومتر. الاندكتيف ترانسديوسر اللي عندنا دوت زي ما احنا شايفين محتاج حركه مستمره من الكوندكتور علشان يقطع ملفات الفيض ويولد كهرباء، وبالتالي فهو مناسب فقط في قياس الدايناميك بريشرز. كذلك بيعيبه ان هو بيتاثر بالمجالات المغناطيسيه اللي ممكن تبقى موجوده في المكان. نروح للموضوع للنوع الثاني من الترانسديوسرز اللي هو البايزو الكتريك كوارتز ترانسديوسر، وده بيبقى عباره عن حجر معين لما ياثر عليه ضغط باستمرار فيولد قوه دفع كهربيه بتعتمد على قيمه الضغط ده. بيعيب النوع ده برضو زي النوع اللي قبليه ان هو محتاج ضغط بياثر باستمرار، ضغط بيتغير باستمرار، يعني بيستخدم في قياس الدايناميك بريشرز اونلي. نروح بقى للكاباسيتيف ترانسديوسر ونقول والله ادي الماسوره اللي عايزين نقيس ضغطها، وادي الترانسديوسر بتاعنا، وادي يا عم الديافرام. بنيجي هنا ونركب لوحين مكثف، واحد منهم ثابت في الترانسديوسر والتاني متركب على الديافرام بيتحرك معاه، وبنثبت الاثنين، بنوصل الاثنين في دايره كهربيه للتيار المتردد، وبنقيس الجهد وبنقيس الامبير اللي معدي فيها. دلوقتي الامبير اللي معدي في الدائره الكهربائيه دي هيعتمد على سعه المكثف اللي هي بتعتمد على المسافه بين اللوحين. اللي جاي هنبدا اكيد متوقعينه، لما ياثر ضغط على الديافرام هيبدا يتحرك ويحرك مع المكثف وتتغير المسافه بين اللوحين، وبالتالي يتغير الامبير اللي معدي بالتناسب مع حركة الديافرام اللي هي بتتناسب مع الضغط المؤثر. النوع دوت من الترانسديوسرز اي مش محتاج لضغط متغير باستمرار، اي حتى لو الضغط ثابت هيفضل اللوحين بينهم مسافة معينة
هتولد مقاومة معينة يقراها الأميتر، وبالتالي فهو مناسب للستاتيك بريشرز وكمان الديناميك بريشرز. بس بيعيبه برضه ان هو بيتأثر بالالكتروماجنتيك ويفز، الموجات المغناطيسية والمجالات المغناطيسية. نروح بقى للسترين جيج ترانسديوسر، ادي الماسورة بتاعتنا، وادي الترانسديوسر، وادي الديافرام. المرة دي بقى بنروح جايين مركبين على الديافرام موصل ملاصق له كوندكتور، وبنب وملاصق له زي ما احنا شايفين كده. فلما بيأثر الضغط على الديافرام بيبدأ يتحرك ويفرد معاه الكوندكتور. الكوندكتور لما يتفرد وطوله يزيد بتتغير المقاومة بتاعته. المقاومة اللي اتغيرت دي لو احنا عرفنا نقيسها هنعرف نستنتج الضغط اللي كان مؤثر. قياس الضغط بيتم بالطريقة المشهورة اللي هي طريقة قنطرة ويتستون بريدج. هنا بنروح جايين حاطين المقاومة دي مع ثلاث مقاومات تانيين بيجروا ورا بعض كده في توصيلة كهربية، وبنيجي على راسين من الرؤوس ونروح جايين حاطين جالفانومتر، ونيجي على الراسين التانيين ونحط بطارية تولد جهد. بنقول والله لو المقاومات الأربعة بتوعنا متزنين مع بعض بطريقة ما هيبقى الجهد اللي بيقراه الجالفانومتر ده يساوي زيرو، مفيش تيار بيعدي فيه. أما بعد اللي حصل وبعد تمدد الديافرام وتمدد الموصل وتغير المقاومة بتاعته فيختل الاتزان ده، وهيمر تيار كهربي في القنطرة مقداره بيتناسب مع التغير في المقاومة اللي هو بيعتمد على الضغط. يبقى من خلال قراية الجالفانومتر هنعرف الضغط اللي كان مؤثر على الديافرام. النوع ده برضو اللي هو السترين جيج ترانسديوسر، اي مش محتاج ان الضغط يتغير باستمرار عشان يدي قراية. ايا كان وضع الديافرام هيدي قراية في الجالفانومتر، وبالتالي ده مستخدم مع الاستاتيك والديناميك بريشرز. البريشر ترانسديوسرز بتمتاز عن الطرق التقليدية في قياس الضغط اللي هي المانومترز والبريشر جيجز مجموعة مزايا، من ضمنها ان هي فاست تستجيب بسرعة لتغيرات الضغط، وكذلك سنسيتيف تقدر تحس بكسور الضغط، كذلك هي الوحيدة اللي تقدر تقيس الديناميك بريشرز، بمعنى ان هي الوحيدة اللي تقدر تقيس التيربلنت فلو بريشر. من مزاياها القوية كمان ان احنا نقدر ناخد اشارة الكهرباء اللي طالعة منها ونوديها من خلال موصل على 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 جهاز كمبيوتر يسجل على من خلال موصل على جهاز كمبيوتر يسجل القرايات على مدار الساعة، او نوديها من خلال السلك ده على شاشة تحكم مركزية تتحكم في كل الترانسديوسرز اللي في المحطة. العيوب المشهورة بقى للترانسديوسرز، اول عيب ان هي بتحتاج كاليبريشن زيها زي البوردون جيج، كذلك زي ما شفنا هي لانها معتمده على اجهزه كهربائيه ومغناطيسيه فهي سهله التاثر بالمجالات المغناطيسيه والموجات الكهرومغناطيسيه. العيب الاشهر ليها طبعا ارتفاع ثمنها. لو انت وصيت على ثمن البريشر جيج العادي هتلاقي ان هو في حدود 50 جنيه، اما الترانسديوسر فبيبدا ثمنه ب 300 جنيه. ادي تركيبه قدامنا فيها ماسوره عايزين نقيس سريان الميه اللي معدي فيها، فبنروحنا مجايبين مركبين العلبة دي اللي هي جواها اورفيس فلو ميتر، الاسود ده اورفيس بليت، وعايزين نقيس فرق الضغط ما بين قبلها وبعدها، فروحنا جايين موصلين الضغط اللي قبل وبعد بالديفرنشال بريشر ترانسديوسر اللي تحت اللي احنا شايفينه دوت، يقيس فرق الضغط ما بين قبل وبعد ويحوله الى معدل سريان بالمعادلات اللي احنا عارفينها من قبل كده. نروح بقى على الفلوميترز وقياس السريان. الفلوميترز انواعها كتيره جدا، من ضمنها الانواع اللي قدامنا الديفرنشال بريشر فلوميتر اللي احنا خدناه منهم البنشوري والاورفيس والوير، اللامينار فلوميتر، البايباس ميتر، من ضمن الانواع برضو الروتاميتر، التيرباين ميتر، والالكتروماجنتيك فلوميتر، والالتراسونيك فلوميتر. نبدا كده معاهم واحده واحده. نبدا مع البنشوري والاورفيس. سبق واتكلمنا قبل كده عن البنشوري والاورفيس.
وعرفنا كل واحد بيشتغل ازاي ومعادلاته ايه. المرة دي بس احنا عايزين نعمل مقارنة سريعة ما بين الاتنين، عايزين ناخد قرار امتى نستخدم البنشوري وامتى نستخدم الاورفس. الحكاية ديت هتعتمد على مزايا كل واحد من الاتنين. ميزة الاورفس ان هي تمنها رخيص وحجمها صغير، اما الميزة الاساسية للبنشوري ان هو ما بيعملش لوسز في الفلو وبيعمل بريشر دروب قليل. لذلك هتلاقي ان الديفولت تشويس بتاعي بيكون دايما الاورفس، الاختيار المبدئي بيكون الاورفس، الا لو كان عندي سريان بمعدلات كبيره ممكن تعمل لوسز عاليه، او بفيسكاس فلويدز تقيله بتعمل لوسز عاليه لو اتركبت في الاورفس، لو عدت من خلال الاورفس. لذلك هتلاقي مواسير البخار اللي ما بيعملش لوسز في محطات الكهرباء، مواسير البخار ديت كلها متركب عليها اورفيسز على امتداد الماسوره علشان تقيس الفلوريت. اما بقى مواسير الميه الكبيره زي ماسوره الميه اللي خارجه من محطه الميه، هتلاقي ان متركب عليها بنشوري يقيس الفلوريت بتاعها. ننتقل لنوع تاني من الفلوميترز، الليمنر فلوميتر. لو احنا كان عندنا ماسوره وماشي فيها سريان، غالبا بيبقى الفلو في التطبيقات العمليه تربلنت فلو. لو انت حطيت عددين ضغط على امتداد الماسوره، فهتلاقي ان فرق الضغط ده بيتناسب مع معدل السريان تربيع. الكلام ده هنعرفه ان شاء الله في سنه تانية لما ناخد معادلات حساب اللوسز في المواسير. بالطريقه ديت لو انت كان معاك، لو عرفت تقيس فرق الضغط ما بين النقطتين على امتداد الماسوره، هتقدر تستنتج معدل السريان. مشكلة الطريقة دي الوحيدة ان العلاقة ما بين الدلتا بي والكيو علاقة تربيعية، وانا بحب اكتر ان العلاقة بينهم تبقى علاقة طردية مباشرة. فبنعمل لعبة صغيرة، بنحط في المنطقة اللي هنقيس فيها السريان، بنحط مصفوفة من الكابيلاري تيوبز الرفيعة اللي قطرها صغير. الكابيلاري تيوبز ديت اللي قطرها صغير حسب كلام رينولدز هيبقى الرينولدز نمبر بتاعها صغير اقل من 2000، وبالتالي هيكون الفلو اللي معدي في المواسير دي بس هيكون لامنر فلو. اللامنر فلو بقى الميزه الاساسيه اللي فيه ان العلاقه ما بين الدلتا بي والكيو هي علاقه طرديه مباشره زي ما خدنا في قانون كواسيل في اعدادي هندسه. يعني العلاقه بينهم هتطلع لينير بالمنظر ده. وادي يا عم مصفوفة الكابيلاري تيوبس اللي بيعدي منها السريان، وهو ده اللي بيسموه اللامينار فلو ميتر. ننتقل على الباي باس ميتر. لو احنا كان عندنا ماسورة كبيرة وعايزين نقيس السريان ومفيش فلو ميتر متوفر لها، بنستخدم الباي باس ميتر ده. لو احنا ادي الماسورة اللي عايزين نقيس فيها السريان، لو ركبنا عليها اورفيس بالشكل دوت، فهنلاقي ان الفلو اللي معدي من الاورفيس دي زي ما قلنا بيساوي سي دي ري اورفيس جذر 2 جي اتش. بمعنى اخر الكيو ديت بتساوي كونستانت في جذر الدلتا بي على الاورفيس. لو احنا ركبنا باي باس بايب على البايب الاساسيه، فبنقول والله ان الفلو اللي ماشي في الماسوره ديت زي ما قلنا غالبا هيبقى تربلنت فلو، فهنلاقي ان هو الدلتا بي على ما بين قبل اول واخر الماسوره بيتناسب مع الكيو سكوير، او بمعنى اخر الكيو بيساوي كونستانت في جذر الدلتا بي اللي على الماسوره. لو قسمنا المعدتين دول على بعض هيطلع لي ان كيو سمول على كيو كابيتال بتساوي كونستانت، بمعنى ان الفلو اللي ماشي في الباي باس بيكون ريشيو ثابته من الفلو اللي ماشي في الاورفيس الكبيره. بالتالي لو احنا حطينا فلوميتر صغير من اي نوع من الانواع على ماسوره الباي باس ديت وقسنا الفلوريس الصغير، هنقدر نستنتج منه الفلو الكبير ونقدر نستنتج الفلو الكلي اللي كان ماشي في الماسوره، وهو ده اللي بيسميه الباي باس ميتر. ننتقل بقى على نوع مشهور من انواع الفلوميترز اللي هو الروتاميتر او الفاريبل اريا فلوميترز. الفاريبل اريا فلوميترز هو اللي شكلها باين قدامك دوت، بتبقى عباره عن تيوب مخروطيه فيها عوامة والفلو بيدخل لها من تحت ويطلع من فوق. الفلو بيعدي من حوالين العوامة زي ما احنا شايفين كده في المساحة الحلقية اللي حواليها. لما بيزيد الفلو على العوامة
لما بيزيد الفلول اللي ماشي في التيوب بتضطر العوامة اللي هي تعلى لفوق بحيث تدي مساحة أكبر يعدي منها الفلول زيادة. ارتفاع العوامة ديت بنقدر بنحط سكيل على الجنب ونقيس منه الفلوريت اللي كان معدي في الروتاميتر. لو حبينا ندي تفسير هندسي بقى للظاهرة اللي حصلت ديت، فنبدأ كده في الأول نعرف إن العوامة بيأثر عليها قوتين، قوة وزنها الـ mg وقوة سحب المية ليها اللي هي تتناسب على فرق الضغط ما بين قبل وبعد العوامة. القوتين دول بيبقوا متساويين، وبالتالي لأن وزن العوامة ثابت يطلع فرق الضغط اللي قبل وبعد العوامة هو كمان لازم يكون ثابت. طيب نروح بقى للمساحة اللي معدي منها الفلو، المساحة الحلقية اللي حوالين العوامة. رغم المساحة دي مساحة حلقية، لكن نقدر نعتبرها بمثابة أورفس ونطبق عليها معادلات الأورفس، بمعنى إن السريان معدل السريان هيساوي سي دي اري أورفس جذر 2 جي اتش هيساوي سي دي اري أورفس جذر 2 جي دلتا في ما بين قبل وبعد العوامة على الدبل. الكوفيشنت سي دي بيساوي كونستانت، ال 2 جي كونستانت، الدبليو كونستانت، والدلتا في لسه عارفين ان هو بيساوي كونستانت. بالتالي هنلاقي ان في علاقه مباشره بتربط الفلوريت مع المساحه الحلقيه اللي حوالين العوامه. كل ما هيزيد الفلوريت لازم المساحه دي تزيد بحيث ان العوامه تستقر ويفضل فرق الضغط ما بين قبلها وبعدها ثابت، وهي دي نظريه عمل الروتاميتر. الروتاميتر منه تصميمين اساسيين. التصميم الاول ان العوامه تبقى مساحتها ثابته وان التيوب هي اللي تبقى مخروطيه. التصميم الثاني ان التيوب تبقى مساحتها ثابته والعوامه هي اللي مساحتها بتتغير بالشكل ده. في الحاله ديت احنا بنركب مغناطيس على طول العوامه وبنركب مؤشر قاعد على مغناطيس وبيتحرك على تدريج يقرا الفلوريت. لما تطلع العوامه دي لفوق هتحرك معاها المغناطيس الخارجي ده بحيث يقرا قيمه الفلوريت الجديد. بالطريقه ديت حضرتك تقدر تقرا قيمه الفلوريت من غير ما تشوف مكان العوامه. الحكايه ديت بتبقى مفيده لما احنا بيبقى عندنا حالات ما اقدرش اشوف ارتفاع العوامه. زي ايه؟ زي لو التيوب الخارجيه مثلا كانت ميتال تيوب ما اقدرش اشوف جواها. وزي ايه كمان؟ لو الفلو اللي ماشي في الماسوره كان لليكويد معتم زي البترول والزيوت التقيله. اللي قدامنا ده فيلم بيوضح مزايا الروتاميتر وفكره عمله. ده طبعا اعلان شركة، ما تستغربش قوي من اللي بيحصل. ده اسم الشركة كورونا. ادي العوامة بتاعتنا راكبة جوه الروتاميتر، وادي التصميمات المختلفة للعوامة. في احد التصميمات زي ما انت شايف بيعمل شطفات كده في نهاية العوامة بحيث ان الفلو لما يعدي يخليها تلف حوالين نفسها عشان تحافظ على اتزانها، ومن هنا جت التسمية روتاميتر او روتيشن يعني ميتر. ارتفاع العوامة ده بنقدر نقيس منه الفلوريت. وادي تصميم تاني للروتاميتر. العوامة زي ما احنا شايفين كده مساحتها من فوق عريضة ومساحتها من تحت رفيعة. العوامة هي اللي مساحتها تتغير والتيوب مفروض مساحتها ثابتة. وادي شفنا المؤشر ده بيتحرك بالتناسب مع ارتفاع العوامة. نروح بقى على نوع تاني من الفلوميترز اللي هو التيرباين ميتر. التيرباين ميتر زي ما هو باين من اسمه عبارة عن تيربينة بتتحط في وسط الفلو وبتتحرك بسرعة بتتناسب مع سرعة الفلو او معدل الفلو. بنقيس سرعة التيربينة. من خلال قياس سرعة التيربينة دي هنقدر نعرف الفلو. قياس السرعة ده بيتم عن طريق ان احنا بنخلي حواف الريش بتاع التربينه بتكون متمغنطه، وبنحط فوق ماجنتيك بيك اب او يعني سنسور يحس بمرور الريش دي تحتيه.
من خلال عد عدد مرات اللي بيمر بيها الريش تحت السنسور ده، واسمها واسمتها على الزمن، نقدر نستنتج الفلو اللي معدي في الفلو اللي معدي في التيرباين ميتر، او الفلو اللي معدي في الماسوره. اللي قدامنا دوت ده فيلم بيوضح فكره عمل التيرباين ميتر. دي الدائره الكهربائيه بتاعته اللي بتعد عدد اللفات. او من جوه ادي التيربينه بتلف. عاده بيكون قبل التيربينه صف ريش ثابت يوجه الريش وهي داخله على التيربينه، وبعديها صف ريش ثابت تاني بحيث ان الفلو طالع من التيربينه ده يمشي بعد كده ستريت، ما يفضلش يعمل دوامات تزود الاحتكاك في الماسوره. وادي المجنتيك بلوك بيعد الريشه، بيعد بيحس بالريش وهي بتمر تحته. من خلال عدد مرات الريش في زمن معين بنقدر نستنتج الفلو اللي كان معدي في الماسوره. اللي قدامنا ده فيلم بيوريك ازاي بيجمع التيرباين ميتر. زي ما احنا شايفين التيرباين ميتر دي عاده بتستخدم مع مواسير صغيره، لان التيربينات الكبيره تصنيعها صعب. بيركب اهو اتنين رمان بيلي جوه العمود بتاع التربينه علشان يعرف يثبتها على العمود اهوت. وادي صفوف الريش الثابته قبليها وبعديها، وادي الحلقه بيركبها قدام وحلقه ورا. الحلقتين دولت وظيفتهم ان هم يثبتوا التربينه ما تتزحلقش جوه الماسوره، وكمان يثبتوا صفوف الريش الثابته ما تفضلش تلف مع زيها زي التربينه الاساسيه. نروح بعد كده للالكتروماجنتيك فلوميتر. في بعض السوائل بيكون ليها قدره على توصيل التيار الكهرباء. في الحاله دي لو احنا عندنا ماسوره ومعدي فيها السائل ده، ولو جيت اثرت عليه من بره بمجال مغناطيسي عمودي على اتجاه السريان، الموصل السلك الفلو ده بيتسرب كانه موصل كهربي. موصل بيعدي عمودي على خطوط الفيض، حسب قاعده فاراداي هيتولد جهد كهربي عمودي على كل من اتجاه الحركه واتجاه الفيض المغناطيسي. الجهد المغناطيسي دوت الجهد الكهربي اللي اتولد ده نقدر نقيسه عن طريق سلك واتنين الكترودز وموديين على دايره كهربيه فيها جالفانوميتر. قراءه الجالفانوميتر هتعتمد على معدل قطع خطوط الفيض المغناطيسي، اللي هي تعتمد على سرعه السريان اللي انا ممكن استنتج منها الفلو اللي معدي في الماسوره. بيعيب الطريقه ديت ان هي ان هي ريستريكتد للكونتاكتيف ليكويدز فقط، اللي هي تقدر تولد جهد كهربي لما تعدي ما بين اقطاب المغناطيس. اللي قدامنا ده فيديو بيوضح فكره عمل الكتروماجنتيك فلوميتر اهوت. بيبقى عبارة عن قطبين مغناطيسيين بيولدوا مجال مغناطيسي عمودي على السريان، وبيبقى على الجناب فيه اتنين الكترودز يسحبوا الجهد اللي اتولد ويطلعوه بره الماسورة للقياس، وبيتحط جزء عازل في المنطقة اللي بتقيس فيها الفلو بحيث ان ما يتأثرش الجهد المتولد بالماسورة المعدنية الخارجية. في الحالة العادية مفيش حاجة بتحصل، أول ما هيبدأ الليكويد الكونداكتيف ده يعدي في الأقطاب المغناطيس هيتولد جهد كهربي. أهو أدينا شايفين الجزء الجهد العالي الأحمر راح شمال، والجزء الجهد الواطي الأزرق راح يمين. نتيجة كده هتبدأ الاتنين الإلكترودز دول يحسوا بالجهد الكهربي اللي اتولد. الجهد الكهربي ده هيتناسب زي ما قلنا مع سرعة السريان واقدر اجيب منه الفلوريت. كل ما هيزيد سرعة السريان كل ما الجهد ده هيبقى اكبر زي ما شفنا. وادي تصميم الكتروماجنتيك فلوميتر من بره بيبقى عامل بالمنظر ده. بتاخد القراية مباشرة من الشاشة اللي قدامك دي.
نروح بقى للالتراسونيك فلوميتر. فكره الالتراسونيك فلوميتر قايمه على اساس ان لو كان في مصدر صوت جوه سريان، فنلاقي ان السريان ده بيسرع موجه الصوت اللي بتتحرك معاه وبيبطئ موجه الصوت اللي بتتحرك عكسه. الفكره هنا بقى في الالتراسونيك فلوميتر ان احنا بيبقى عندنا فلو معدي ماسوره وعايزين نقيسه، فبنروح جايين مركبين ترانسميتر وريسيفر للالتراسونيك ويفز الموجات الفوق الصوتيه، وبنبعت موجه مايله عكس اتجاه السريان، وبنحط ترانسميتر وريسيفر يبعتوا موجه مع اتجاه السريان. زي ما قلنا المفروض ان السريان ده هيبطئ الموجه اللي ماشيه عكسه وهيسرع الموجه اللي ماشيه معاه. الفرق في الزمن ما بين الموجتين دول، ما بين وصول الموجتين، هيتناسب مع سرعه الفلو اقدر اجيب منه معدل السريان. الالتراسونيك فلوميتر من الفلوميترز المميزه لان هو مش بيحط اي عوائق بداخل الماسوره من اي نوع، كذلك مفيش اي ميكانيكال بارتس ممكن تتاذى. كمان هو نتيجه ان هو بيعتمد على موجات صوتيه رفيعه بتمتد خلال الماسوره، فانا ممكن اركبه في بيبقى مناسب للمواسير اللي الديامتر بتاعها كبير قوي، اللي انا ما اقدرش اركب فيها تيرباين ميتر او انواع تانية من الفلوميترز. تعال نشوف كده فكره الالتراسونيك فلوميتر. زي ما انت شايف من بره كده حجمه اصغر من حتى من الباقيين. بيتحط هنا ترانسميتر وريسيفرز على الجانبين، بس في الحقيقه بيكون كل واحد من الاقطاب دي ترانسميتر وريسيفر في نفس الوقت، يعني يبعت موجه وبعدين يستقبل موجه تانية. الموجتين دول زي ما انت شايف واحده هتبقى مايله مع السريان، واحده تبقى مايله عكس السريان. اما يبدا يحصل فلو، لو ركزت كده هتلاحظ ان الموجه اللي ماشيه عكس السريان بقت بطيئه، واللي ماشيه مع السريان بقت اسرع. اهو الموجتين دول طالعين مع بعض، واحده بتوصل قبل الثانيه. الفرق في الزمن ما بين وصول الموجتين دول بيتقاس، وهو معبر عن سرعه الفلو او معدل السريان. ادي تصميم تاني مشهور للالتراسونيك فلوميتر، بيستخدم ترانسميتر وريسيفر اتنين بس متركبين كده على حوالين الماسوره من بره، وبيعتمد على الانعكاس خلال الماسوره نفسها. بيبعت موجه معه وبعدين موجه عكس. الفرق في الزمن ما بين الموجتين دول بيعتمد على سرعه الفلو او معدل السريان. وادي تصميم كمان. في الحياه العمليه بعض انواع الالتراسونيك فلوميتر بتبقى في شكل ضفدع كده صغير، بيشيله المهندس في جيبه، واي ماسوره عايز يقيس الفلو فيها بيروح جاي حاطط الالتراسونيك فلوميتر الضفدع ده من بره يقيس لنا السريان اللي معدي في الماسوره ديت من غير اي تجهيزات. نروح بقى لنوع تاني من الالتراسونيك فلوميتر اللي هو الدوبلر افكت التراسونيك فلوميتر. الاول لازم نفهم ايه هي الدوبلر افكت او ظاهره دوبلر. لو احنا كان عندنا مصدر صوت او مصدر ضوء بيتحرك، فهتلاقي ان موجات الصوت او الضوء اللي ماشيه في اتجاه الحركه بيكون لها تردد عالي، واللي ماشيه عكس اتجاه الحركه بيكون ترددها اقل. مثال على ذلك النور اللي بيجي لنا من النجوم بيكون ميال ناحيه الاشعه تحت الحمراء اللي ترددها قليل، لان النجوم في تباعد مستمر، وبالتالي الموجات اللي هتيجي منها يبقى ترددها اقل، موجات تحت حمراء. نروح للالتراسونيك فلوميتر. هنا الالتراسونيك فلوميتر المعتمد على الدوبلر افكت بيبعت موجه صوت للسريان. السريان سواء حضرتك لاحظت بعينيك او ما لاحظتش بيبقى دايما فيه شوائب بسيطه وفقاعات هواء صغيره ما بتتشافش بالعين. الشوائب ديت بتستقبل موجه الصوت وبتعكسها تاني، بس بتردد جديد معتمد على سرعه السريان. وبالتالي لو قسنا فرق التردد ما بين الموجة اللي أطلقناها والموجة اللي استقبلناها هنعرف نجيب سرعة السريان، ومنها نستنتج معدل السريان. نروح بقى للفلوستي ميجرمنت أو قياسات السرعة. هنقيس السرعة باستخدام البيتو تيوب اللي حشرحناها قبل كده، الهوت واير أنيموميتر والليزر دوبلر أنيموميتر. أنيموميتر دي جاية من كلمة لاتيني معناها أنيموس. أنيموس معناها رياح. انيموميتر يعني المفروض ان هو الجهاز اللي بيقيس سرعه الرياح، او بقى الجهاز اللي بيقيس سرعه الفلو بصفه عامه.
نبدأ مع الهوت واير انيموميتر. الهوت واير انيموميتر عبارة عن سلك رفيع زي ما احنا شايفين كده. السلك الرفيع دوت بيمر فيه تيار كهربي وبيتحط في الماء اللي عايزين نقيس فيه السريان. لما يعدي السريان على السلك دوت بيبدأ يعمل تبريد للسلك. لما بتنخفض درجة حرارة السلك بتتغير المقاومة بتاعته بتغير معتمد على معدل التبريد او معتمد على سرعة السريان. في تصميمين للهوت واير انيموميتر. التصميم الاول كونستانت فولتج تايب، وهنا بيحط جهد ثابت على الهوت واير بتاعنا، ونتيجة التبريد بيبدأ تنخفض درجة حرارة السلك فبتتغير سرعة فبتتغير الامبير فبتغير المقاومة بتاعته وبتغير الامبير اللي معدي فيه. التغير اللي حصل في الامبير بيعتبر مقياس، لو احنا قسناه هيعتبر مقياس على سرعة السريان. التصميم الثاني الكونستانت تمبريتشر تايب، في الحالة ديت اللي بيحصل ان احنا لما بنلاقي ان السريان بدا يبرد السلك فبنعوض النقص اللي حصل في درجه حرارته بزياده في التيار. كل ما هيبرد السلك هنعوض النقص اللي في درجه حراره بزياده في التيار. الزياده اللي حصلت اللي احنا زودناها في التيار ديت لو احنا قسناها هنلاقي انها بتتناسب مع سرعه السريان، ومنها نقدر نستنتج الفلو فيلوسيتي. اللي قدامنا ده فيلم بيشرح فكرة الهوت واير انيموميتر. هنا بيحط اتنين تمبرتشر سنسورز، واحد بيعتبر مقياس ودرجة حرارته ثابتة، والتاني بقى بيغذيه بالتيار الكهربي لما بيبدأ الفلو بيحصل تبريد للسلك الأول فبيبدأ يعوض انخفاض درجة الحرارة دوت بزيادة في الأمبير بحيث يحافظ على درجة الحرارة، فرق درجة الحرارة ما بين السلك ما بين الاثنين سنسورز ثابت. كل ما يزيد معدل السريان هيغذيه التيار أكبر بحيث يحافظ على درجة الحرارة أو على فرق درجة الحرارة ما بين السلكين. وبيعتبر بقى الأمبير الزيادة دوت مقياس لسرعة السريان. نروح بقى للليزر دوبلر أنيموميتر. الليزر دوبلر أنيموميتر قايم على نظرية دوبلر زي الالتراسونيك دوبلر فلوميتر اللي شفناه قبل كده، مع اختلاف ان هو علشان يقيس السرعة بدقة في نقطة فبدل ما بيبعت موجات صوت بيبعت ليزر ويفز. تعال نشوف كده الفيلم ده بيشرح نظرية عمل الليزر دوبلر انيوميتر. بيبعت ليزر شعاع ليزر معه وبينعكس على الفلو وبيستقبله تاني على الريسيفر اللي فوق، وبيركز بيركز على النقطة اللي عايز يقيس السرعة بتاعتها. نتيجة مرور الفلو بسرعة ونتيجة مرور البارتكلز بسرعة فبتبدأ الموجة دي بتنعكس بتردد مختلف عن اللي أطلقت بيه. فرق التردد ده بيعتمد على سرعة السريان، نقدر نستنتج منه سرعة الفلو. وادي الشرح اللي قدامنا ده، ده تصميم تاني ليزر دوبلر انيوميتر. هنا بيطلق موجتين ليزر، شعاعين ليزر، واحد مايل مع السريان والتاني مايل عكس السريان، وبيقاطعهم عند النقطة اللي عايز يقيس السرعة بتاعتها. لما بتبدأ البارتكلز اللي قلنا عليها اللي احنا مش شايفينها بعينينا تعدي من نقطة التقاطع ديت،
هتبدأ تسبب تغير في التردد بتاع الموجتين، هيبدأ يزيد التردد بتاع الموجة اللي ماشية معاها ويقل التردد بتاع الموجة اللي ماشية عكسها. فرق التردد ما بين الاتنين ده لما بنقيسه بنقدر نستنتج سرعة البارتكل اللي عدى، أو بمعنى آخر سرعة السريان. وهي دي فكرة الـ LDA أو الليزر دوبلر أنيموميتر. بكده نبقى خلصنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتكلمنا فيها عن الـ Pressure and Flow Measurements، واتكلمنا تحديدا عن الـ Pressure Transducers، عن الـ Flow Meters، وعن الـ Velocity Measurements. كده خلاص الحلقة بتاعتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.